intaynu ku salaynaa inagu nabiga kaleey salaatu wasalaam hadaynu sa jecel la imso jeer baynu ku salaynaa bal iiga waran qofku wardi intee lag baynu leenahay naftaada iyo adiguba intaad bal qof walowba gabadh iyo ninka doonto noqo wardigaaga bal tiriyo waa imisa ma runbaa inaad rasuulka jeceshahay هذا رسولك تعيش أنت يا رباط سوا هذا الغداء هبين كي مالنتي صلى الله عليه وسلم إمسى يا رباط سوا هذا الغداء عروت هذا هو يدا ريرك أباها حاسك أجا ريركينا قبيل كينا حس بجا أجا بل أنت يا رباط سوا هذا الغداء إك نين وضيبا مالين وسود التاجي نمن قبيل كودي كشاكينه وريره بل ريره بل نوضي عجيب أبوها ورادر مركع لباتين يا ريره بل سوا غدان بل مرة بكوس الليبود إن شاء الله تعالى كلمات كورن دونا ذكري كم إذا ذكري هذا إلهي سبحانه وتعالى ونقوه يشبهي فضلك بدنا وكشرو خيرك بدنا لقيه ليو ألا وهو صلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلى النبي وذكري إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس كتب المامي رسولكنا صلى الله عليه وسلم إن بدن فوائد بدن أوليه أو تلمامي هندوني مركن سكبر عروش نوا أذكارتا إن بدن لقي يابا إن من كحل يلا ضمبة دتك أي كم مشغولين سيدا وديت بروح إن شاء الله إني إنه سكبر عروش إنه سلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مركه ربنا سلي النبي هو واجب وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس كوت المامي صلاة دحدة إذا واجب وكيه إلهي سبحانه وتعالى طبعاً كشيء نتلمام إنك كنوه الرياح ويان وأخذه لأمره إن إلهي سبحانه وتعالى أمرك سقاضنه وإنه كقاضنه سيدور إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوري إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا ذو أمر ما دام ورسولك عليه الصلاة والسلام سلقي سلينا قو أمري وإلهي قرآن كيسا قو أمري ساس واجب كيه وعكلو عدين يا اتعتاد كدن بقى صلاة وركن كم ذا أركان الصلاة هذه قصلي النبي وقص اللي مو يعني صلاة دون كان صح ميسو سيدا ودد ميلا بدن بواجب نقول يا ميلا بدننا سنو نقول يا النبي عليه الصلاة والسلام سلقي سو سيدا سنا مركا وحن شاء الله هاي ككواد وإن أمر كإلهي قاضنه يا أمر كرسول صلى الله عليه وسلم وإن سلقي النبي بدنه سبب طلبات وسبب لكف الهموم وغفران الذنوب وسبب يهي إن همي جا جبال لقعد عفو وحلو همي كهيا الدنيا ده إلهي سبحانه وتعالى وكاكر قاضه دم بجا جوردن إلهي دافو وهي حديث صحيح هاي النبي عليه الصلاة والسلام إنك صحابي قويمي عقول الدعاء إذا واحد دوني يعفر من أولاد ومال إن أصلي جا كده كو وهي سلي النبي ودعه رسول كان ودود دعائي نساء دون ودود دعائي سنساء مركزو كل دعاء ذي ذا حندونه يعني كمان دو ذكري ودعاء به إن أنك دعوة أفر من الله ضمال رسول كل عليه الصلاة والسلام لب ملاها هداد كبر السنة وخير وكل يصدح من الله ضمال كلا برد آخر كل هدان دعاء ذي ذا أنك دعوة صلي جاك كور رسول كله عليه الصلاة والسلام رسول كل عليه الصلاة والسلام إذا يكفى همك ويغفر ذنبك هداد صداعي شو ده هم بيجاكنا ولا دافي هم بيجاكنا ولا دافي هم بيجاك الدين ولا كاكر قاضية دين بيجاكنا ولا دافي ويا لبده شيء نوبه هنبه ولا بده نبه إن الدنيا ده هم بيجا الدنيا اللي نجا كر قاضو وعينو نقرنده أن هم بيجودة إلى هيك قاضي وأن هم بيحي سنيني ورور بع يولع يمرجو دين بيجان إن عريسين إلى هنا كدافو لبده بروح لقوه ليا سلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مركاني نسلك النبي قبضنا وأنا كودة دالو سلجة نبي إنو ينو نغضو شاي راتوبا وأنا كتيجين مالين كاستا أبين كشمعية مالين تشمعانا إنو كاكوردينو سيدا سينو كوغارينا درجات كان لا تلمام يو يقار كالو بضن وصلنا النبي عليه الصلاة والسلام كشرة أرجع صدحات سلجة نبي لوجه لي وعلى استجابة الدعاء سلجة نبي قفك سلجة نبي بضية دعاء سوى الله قبلها النبي عليه الصلاة والسلام نم باكتي سكوت دعائستي الرسول كور عليه الصلاة والسلام سلق النبي كم ودارين أما كم وبلابين كم رودا مين النبي عليه الصلاة والسلام وحول عجل هذا كاسو دق دقي النبي عليه الصلاة والسلام وقوي يا ري حديث كراوي يقول تلمام يا ما يسقي بوكو يري مثل غيره
mid kale oo nin kale ag fadhiyay oo uu tilmaamay Nabigu Cali (sallallahu alayhi wasallam) daa doonaysa inaad ducaysato Ilaahay mahadnaqiisa ku bilow kadibna saliga Nabiga (alayhi salaatu wasalaam) ku xigsi kadibna Ilaahay waxa doonaysa weydiiso Ilaahay waa ka aqbalaya marka arintaasna waxa cadeynaysa ducadaadaba in la aqbalayo haddii saliga Nabiga (alayhi salaatu wasalaam) aad shaambad uga dhigto bacdu culimada waxay leeyihiin saliga Nabiga ku bilow iyo xamdiga iyo saliga Nabiga ku bilow marka ducada dhameysatana saliga Nabiga ku gabagabe sallallahu alayhi wa alihi wasallam marka saliga Nabigu waa shaambada ducada lagu aqbalo marka waa inaad Nabiga (alayhi salaatu wasalaam) saligiisa ku bilowdo kuna khatinto haddii aad doonayso ducada in laga aqbalo way marka waa sabab lisijaabati ducada ducada in laga aqbalo waa arinta saddexaad arinka afraad waa sababun li thabati sirat saliga Nabigu (alayhi salaatu wasalaam) u yahay sabab inaad jidka siraad gumadaadu ku dhegto oo aanad ka dhicin waynu ognahay jidka siraad inuu yahay shay aad u dhuuban waa imtixaan waa lagu imtixaamayaa un camal unba lagu dhaafayo maaha wax la dhaafi karo maaha qof biniaadam oo lugayn karo ama faras ku mari karo ama wax kale ku mari karo maaha laakiin in badan bay culimmadu ka warantay laakiin waa imtixaan la ismarinayo oo laynoo ballan qaaday sida awadeed ba Nabigu (alayhi salaatu wasalaam) saligiisa qofka badiya jidka siraad buu si hal u maraya waxaa Nabigu tilmaamay (alayhi salaatu wasalaam) nin baa isagoo ka dhacaya jidkii siraad baa waxa uu imanaya saligii Nabiga (alayhi salaatu wasalaam) dabeetana gumadiisa wuxuu ku sugayaa jidka siraad waanu badbaadaya sidaa awadeed baa saliga Nabigu (alayhi salaatu wasalaam) jidka siraadna waxbuu dhaafinayaa waa lagu badbaadayaa sababta marka shanaad waa sababun linayli shafaacatihi wuxuu sabab u yahay saliga Nabigu (alayhi salaatu wasalaam) shafaacadiisa inaynu helo oo rasuulku (alayhi salaatu wasalaam) uu inoo shafeeco qaado saliga Nabiga ayaa lagu helaya Nabigu (alayhi salaatu wasalaam) wuxuu leeyahay qiyaamaha waxa ugu shafaacadayda ugu mudan aktharuhum salaatan calaya cidda iigu salli badan baa shafaacadaydana ugu mudan inaanu shafeeco qaado saliga Nabiga markaa waxaa lagu helayaa shafaacada rasuulka sallallahu calayhi wa alihi wasalam yowma alqiyaama marka shay sahlan ma aha in saliga Nabiga haddaad badiso shafaacada rasuulka (alayhi salaatu wasalaam) aad hesho waa shay aad iyo aad u qaali wey arrinka lixaad waa sababu qurbihi liyowma alqiyaama Nabiga (alayhi salaatu wasalaam) waynu jecelahay waxaynu jecelahay inuu saliga Nabigii aragno waxaynu jecelahay inaynu shafaacadiisa ka qayb galo waxaynu jecelahay Nabiga (alayhi salaatu wasalaam) inaynu xawdkiisa ka cabno waxaynu jecelahay meelaha uu Nabigu (alayhi salaatu wasalaam) uu dadka uga gacan haadinayo yowma alqiyaama inaynu noqono kuwa ku guuleysta ee rasuulka (alayhi salaatu wasalaam) shafaacadiisa intu ay helaan rasuulku uu gacanta qabto ama xawdkiisaba ka caba Nabiga (alayhi salaatu wasalaam) wuxuu xadiiska saxiixa ku tilmaamay ina awla annaasi bi yowma alqiyaama kuwa igu mudan ee agtayda imanaya ii dhow qiyaamaha waxay noqonayaan kuwa ugu salli badan Nabiga (alayhi salaatu wasalaam) cidda jeceli waxay jeceshahay araggiisa waxay jeceshahay la kulankiisa waxay jeceshahay hadalhayntiisa waxay jeceshahay dhowaanshihiisa iyo inay arkaan waxay jeceshahay in ay jannada la galaan sidaa awadeed Nabiga (alayhi salaatu wasalaam) wuxuu tilmaamayaa Nabigu (alayhi salaatu wasalaam) wuxuu tilmaamayaa kuwa iigu dhow yowma alqiyaama inay yihiin kuwa ugu salli badan ee salligayga (alayhi salaatu wasalaam) ku salliya inay yihiin marka wax badan oo nicmo ah oo lagu helayo salliga Nabigu inaanu ina dhaafinin ayaa muhiima arrinta toddobaad ee salliga Nabiga (alayhi salaatu wasalaam) lagu helayaa waa sababun litayb almajaalis wuxuu sabab u yahay majaalista la fadhiyo ee in dooro la fadhiyo haddii aan saliga Nabiga lagu gabagabaynin inay xasro iyo murugo laga qaadayo Nabigu (alayhi salaatu wasalaam) qowmeel ma fadhiistaan oo kuma raagaan fadhiga oo markay kacayaan Ilaahay ma xusaan ama rasuulka (alayhi salaatu wasalaam) kuma salliyaan ilaa waxay noqonaysaa calayhim xasra aw tira yaniga murugay ku noqonaysaa fadhigaa dheer ay fadhiyeen laakiin waxa fadhigaa dembigiisiina lagu dhaafayaa khayr iyo barwaaqana looga qorayaa waa inay Ilaahay subxaanahu wa tacaala xusaan ama ay Nabiga ku salliyaan sallallahu calayhi wa alihi wasalam sidaa awadeed arrinta toddobaad waa nicmada lagu helayo
سلّي النبي عليه الصلاة والسلام مركّم مجالس تلفرديو نعم هذا سأل جوه لي يا إنت مركّات كعيسو سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك النبي قناة كسر لذا صلى الله عليه وآله وسلم سيد الحديث كتل ما ميو أرك سيداد وعرضه لصلاته وسلامه عليه وحلاص وبندق يا سلّي قاعي يا سلامتي النبي قدرتي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل محمد صلي انت اسون نوع ابراهيم يكو صلي اما سكستو كو صلي صلي قاغي با النبي عليه الصلاه والسلام روحه انت لو سو عليو با لورنيا ولي به هبل هبل با كو صلي اما هبل هبل با كو صلي ها كو ناغسن النبي قاغي كو مقلا صلى الله عليه وسلم اديكو كو صليها نعمه كو ناغسن او انت روحه لو سو علي ولي با كا رديو او كو رادو عليك السلام وسلامتك كان ردي النبي عليه الصلاه والسلام سيده حديثك صحيح وتلماميو تاسنا ونعموينك لغي اديي النبي با خري دحمريا اديي رسولك عليه الصلاه والسلام با خري دحمريا خريرك اذا دحمريا انا وا ما حي وا صلي النبي عليه الصلاه والسلام وما انت لغي ابا انو يراغتينو كو يحي وانو قيمه وين وليهي لغي ابا دد بدن او لهين الله سبحانه وتعالى نسال الله السلامه والعافيه ارق سغالاد وسبب لحبه صلى الله عليه وآله وسلم وصلى النبي بيريا حبه صلى الله عليه وسلم إن النبي جعش هاي والنبي جعلاته أيا وحو سبب النقون يا صلى النبي صلى الله عليه وسلم إن حبه وقلبه كوين هذا لأنه رسوله عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه مما سواهما إلا والله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما قفك إيمان لقمهل إلا إلهي الرسول كو نقضان عيد كسبك وكجعليه مركل النبي قول عليه الصلاة والسلام قفك إله النفتي سي مال كيس إيا عروتي سبا يقش على هذا مؤمن معها مركل رسولك عليه الصلاة والسلام أتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوي دي ورت رسولك ما تعاش هاي هدي تعاش هاي ما هذا اللي هيساوي هدو قفك رسولك تعلي وهذا اللي هي المحب لما يحب مطيعه قفك رسولك تعلي هذه يشار عرب كيسة كما ما هذا صلى الله عليه وسلم لكن رسول كان وان على هاي منصو هذا الغاضيو أما بس يدد كقار كود سنة كيبان مر حصوصنا ياهو مولد النبي كيبا يشرو عاشق النبي صلى الله عليه وسلم ياه هذا ليس حبا واركاس حب ماها وإن النفط هذا كل فاقين رسولك صلى الله عليه وسلم ولماذا دي رسولك النفط هذا يساقع كمضان إهل كاقي عروت هذا يساقع كمضان حوالهانا تعيشت كل دب سنة يساقع كمضان وايو انت من النار كابا دادين مايو او بل اسكدايه وي كوغو توريا ما او اخرنا ولي بو كا عرريان انتبا ولي با اخرنا وي كا عرريان لماذا لكن رسولك عليه الصلاه والسلام نار بو كابا دادينيا واحد نار كغه بدبادي بو كو كاناي او كو باراي او كو شيغيا مال ول بغول يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مركاس انو انتبا كمودن يا حتى عقلك مركات كو ايغتو واد غرانيسا علم أنا وابد كوكت هيبة سدا وديت غفكو غفكو شعليه وكصليه مركز سلي النبي يقول حبكو كرنيه حبكو كرنيه لأنه ضيابا كوري وما لينش معاه صلي النبي عليه الصلاة والسلام كوردية أيان سؤاش أو يديو حن كور هذا إنتين لك بعد النبي كصلي ذا عليه الصلاة والسلام ما يلا بدنا وانك شيء يقول يقولي هذا ما بدنا لحكم ما كصلي حدا بيقولي نفط يديبا هذا وح أنا توح أنا لي الله ما ندو يدين لهينا أدوغ ما ندو يدين لهينا لأنه أدوغ هذه سوكتا هي سلق النبي عليه الصلاة والسلام سيدات كوتا هي بل نكا أتفضوش أدوغ الرسول شعيل ما يقول كلفي إنا سلق النبي ويديو لكن يقول هاري وحويا وحانا قاد كرين وحويا كسي حشاد وقول اللي حكو نساق هيد انتين كسر لنا إنه النبي عليه الصلاة والسلام حدين سيجع الله إم سيجع ربين كسر لنا بل إيقورهن قفك وردي انتالك بينو لنا نفت هذا يا أذوقوا بإنتاج بالقف والله بجبر ينكا دون تنقو ورد دجاجة بالثير يا وامسا مسدا نكا سال لحكون يا وحلا مذا كوسي حتى نسا بقلبكم مي إعلان جمعها يا خم جمعها يا هبين كجمعها ما أنت جمعها إمسا شربان دي بكوسي لدى عليه الصلاة والسلام ما أكت هذا كوي على مرهم بين الرسول كشعش هاي هذا الرسول كشعش إنتاج شربات سوا هذا الغداء هبين كي ما أنتي صلى الله عليه وسلم إمسا شربات سوا هذا الغداء عروت هذا هو يدا غيرك أباها حاس كاجا غير كينا قبيل كينا حسب جاجا بل انت شارت سو هذا القاضيك لانه ديما مالين سو دول تاغي لمن قبيل كودي كشاكينيا او رير هبل رير هبل انه ودي عجيب ابوها وراه دير marka 20 jeer reer hebel soo qaadaan bal marriba ku saleebudi
والله يا أبي سيدا يعني قوقت أثر سيهين الريركو ذو هذا الحيان إنه قيمة شربة نكر الريركو ذو هذا الغضا لكن سل النبي عليه الصلاة والسلام قيمة شربة نص هذا الغضا تبنات وتوجدن بيساء وحنت المامنا وسبب للرحمة الله ورفع الدرجات وحط السيئات نبي قول عليه الصلاة والسلام سببتا وحي سببه النبي سل جيسو إن هرت مركور الرحمة إلهي كون عضو إلهي سبحانه وتعالى وكون حريصه لبا إن تبان شر إلهي درجة كسيه تبان درجة تبان دبنا القرآن نبي عليه الصلاة والسلام حديث يحوك ليه نبي مركور من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشر قف كم مرة يقول صليا تبان شر با إلهي كسليا وتصلي إلهي واسديه وين يكون حريصه إلهي سبحانه وتعالى وحنا إلهي سبحانه وتعالى وحد درجة إن تبان سروق هذا قف كم نبي كسليا مر تبان دبنا إلهي سبحانه وتعالى كترتنا بل مركا تكون شير نبي كوسا لذو إمي سد شير بعد إلهي رحمة دي سهش إمي سد درجة سر الله قوقد وطبعاً كن أود درجو إمي سد دمبي بالله قدر نافع وطبعاً كن أود دمبي وهي وهذا وا 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 كن شير وكليا كن شير طبعاً كن أود شير إلهي سبحانه وتعالى كن حريستي سلك النبي قال له يا صلى الله عليه وآله وسلم مركا ما علنا هاي وفيض من بحر و و و و دبيع بطكة تيموي و تمن شيرو و تمن نوع كم ذا سببها رسل للنبي عليه الصلاة والسلام لقيه ليه لكن بقلال بالهليه واحد هذا النبي عليه الصلاة والسلام آيات القرآن قال لقد يجنيه قول لقيه ليه سل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مركا أنت كلمة دي ذو حكوسها بسنت هاي قف كرسول كشعل إنه رسول كراع الله رفيقه قف كشعل شفاعة رسول كإنه هلاه قف كشعل إنه حوت كنبي كعبه قف كشعل شيت كسراد إنه كطلابه قف كشعل إن دم بيجي سلا دافو قف كشعل إن هم بيجي سالدنيا أن لقى كرقة هذا قف كشعل ماشوا فريستبا إن لما صحوا وحيو دم بسمي قف كشعل إنه نبي عليه الصلاة والسلام نقولك وجوده قف كشعل إنه نبي عليه الصلاة والسلام أركوه كان هذا لقى له قف كشعل وحق إن الدنيا ذي الله سبحانه وتعالى أبرك يعذ وح والبا وسلق النبي إنه بديو أو عرب ككهيو أو كعل عليو أو النبي عليه الصلاة والسلام حرير لأن شعل إنه رسولك صلّى أو كصلي سلام تكرديه أو يسوي كقبته سبحانك يا عظيم فالتليفون قرا عظي وكقبوا على جهة كعرض توقف كقبته توقف رحله بل كور توقف رسولك تليفون كقبنيه وواما حي مركز كصلي ذا رسولك كرديه صلى الله عليه وآله وسلم وحنكون قبل جبيني ما أنت شمعي هذين كشمعي ويكد ويهين وين يجلس ليارا الله قرده oo in badan nabiga lagu saliyo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kalmadoodu intaas ay ku kooban tahay wixii aan gafeyna waa nafteeda sheeydaan wixii aan asiibina waa lillahi subhanahu wa ta'ala wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh